السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا مرة أخرى وياكم. طيب كيف نعمل نافبار؟ ممكن أنا في الفيو مثلا أعمل هنا في الفيو، لاحظ هذا لاي اوت، هذا بيجز، لاحظ ممكن تعمل أيضا فولدر خاص، مثلا هذا الفولدر أسميه ب انكلود أو انكلودز. أوكي هذا الانكلودز ممكن أنا أضع في داخله فايل جديد، not this one, this one. أعمل right click new file، في داخله أسمي navbar.blade.php، تمام blade.php هذا هو حيكون، شو حيكون النافبار شغال فيها. كيف النافبار أعمله include في الأب blade؟ أوكي لأن هذا لازم يكون موجود في الديكور. أنا أعرف إنه لازم يكون قبل المحتوى، في كل صفحة أنت عندك محتوى لازم يكون قبل المحتوى على المحتوى صح؟ فهنا أنا حتى أستطيع أنه أعمله include أحتاج إلى function اسمه at include وأضع فيها ماذا؟ مسار ال navbar. navbar موجود في مسار ال includes includes dot شو اسمه navbar صح؟ في هذا المسار أعمل save فقط مجرد. طبعا النافبار بالنسبة لنا مش حيظهر، يعني إذا أنت عملت هنا على سبيل المثال refresh هو مفروض هنا يظهر نافبار، لكن ما عندنا نافبار حقيقي. لو جينا على البوت strap navbar ونعمل enter، ممكن نستعين بال W3 school. لاحظ هذا النافبار أبيض، ممكن أنا أخذ هذا النافبار اوكي، وممكن نعتمد على شيء اخر. لاحظ اكو بوت واتش هذا فيها اشكال جدا رائعه، يعني مثلا عندنا ياهو ممكن نستخدمه مثلا على سبيل المثال. اوكي لاحظ هذولا في عندنا هذا فلات، بس لكن انا احب دائما اللون الفاتح، ما بحب الغوامق. اوكي سو ذس وان ممكن انا اشوفه مناسب. اوكي هذا فيها الناف بار. اذا اجينا هنا لاحظ كلمه ناف هذا مش محتاجينه بعد. اوكي سو ذس از ذا ناف بار. وين الناف بار؟ هذا نافس. اوكي ولا وينك هذا بيج نيشن، هذا تابس، هذا بيل. اوكي شو هذا بهذا الشكل وهذا بهذا الشكل، خلينا نشوف هذا. نوب لو نجي على هذا رايت كليك فيو سورس فيو بيج سورس، لاحظ هنا في عندنا ناف بار، بتلاحظ ديف او لحظة ناف بار بوت ستراب. اوكي سو خلينا ناخذ هذا الناف بار نعمله كوبي ونجيبه، وين نحطه؟ في المسار النافبار صح؟ في الاب دوت بليد احنا هنا عدنا هذا اخذنا، ممكن ايضا نأشر على سي اس اس اخر، يعني على سبيل المثال هنا عدنا هذا كيف نضمنه؟ يعني نعمل التضمين عن طريق انه لاحظ مثلا هذا بوتستراب سي اس اس، ناخذ هذا الرابط او ممكن تعمله داونلود وتضعه في البوبليك عادي انت حر. فانا اختصارا انه اضعها في هذا المكان حتى نعمل سيف. اوكي حتى هذا يكون له تاثير، ونجي على نفسه هو. اوكي خلينا نجي اول شيء نرجع هنا وين this one refresh. اوكي سو
سيف. ها سيف، مفروض انه يظهر الناف بار. اوبس. بليت. اوكي بليت ليه ما بيظهر؟ يمكن هذول له تأثير. ستايل، اذا حذفت الستايل، خلينا نحذف الستايل. اوبس. خلينا نجي على about. اوكي موجودة في الاباوت، موجودة في الاباوت، الناف بار موجود، بس لكن في الهوم مش موجودة. يمكن اتصور الهوم لانه خلينا نقول when the pages index، هذا هو الindex. اوكي so هذا Laravel بيظهر. welcome. هنا الراوت هذا موجود على الويلكم صح؟ ف احنا هنا في الكنترولر، سوري البيجز كنترولر، احنا في عندنا اندكس صح؟ طيب شو فيها الاندكس؟ يعني لو اجينا على الفيو not this one، هذا public، هذا view. لو جينا على مفروض يكون عندنا index php pages. اوكي this is index. اوكي موجود فيها محمد عيسى صح؟ فممكن هنا بدل هذا الفانكشن ممكن انه نعمل واحد اخر راوت. اوكي like this، ونحذف هذا وهذا، نعمله بهذا الشكل، وهنا نكتب index صح. فلما نجي نعمل هنا refresh that's it، website name وهذه الاشياء، وهذا الناف بار موجود. طيب نجي على الindex. يحتاج انه لاحظ الindex ممكن انه انت تضع في dev يعني مؤقتا class، يكون الكلاس container، نعمل sorry cancel، نعمل save، نجي على refresh. اوكي هنا هذا لو حذفنا اوبس هذا لو حذفنا I think أو no change. لأنه مش موجود في داخل الكونتينر. سوري. هذا content. أوكي. فهذا نضيفه هنا مثلا، نعمل save. I think now. أوكي تمام. حلو. إذا الناف بار موجود هنا في about. الناف بار ايضا موجود تمام. اذا في كل الصفحات راح يكون الناف بار عندك موجود، ما عندنا اي مشكله مع الناف بار. يبقى علينا انه نعمل اللينكات تمام. يعني مثلا هنا اذا انت عندك في الويب سايت فور اكزامبل، يعني مثلا في الناف بار هنا الويب سايت نيم مثلا ممكن انا اغيره بمحمد عيسى الهوم، هذا ممكن يوجهني للهوم سلاش فقط يعني هوم تمام. هذا ايضا ممكن اذا كلمة هوم ايضا ممكن هنا نضع على كلمة هوم تمام. هذا مش محتاجين انه يكون اكتف. اوكي بهذا الشكل. عدنا هذا مثلا راح يكون about. اوكي وهذا راح يكون programming language مثلا. عبدي ممكن تضيف اي شيء يعني حسب تمام. ف بهذا الشكل. طيب هذا لو عملنا له سيف سوري هذا لا تنسى سلاش اباوت، وهذا سلاش وين يروح هذا برولانج. اوكي بهذا الشكل خلينا نعمل له سيف. مفروض انه هذا يقوم باضافته في كل البيجات، لان هي هذا
مضمن في داخل الاب بليد، وهذا لاي اوت موجود بكل الصفحات، فراح يكون الناف بار دايناميك. هنا لاحظ محمد عيسى هوم بيجيبك على محمد عيسى، اباوت لاحظ بياخذك لاباوت مي، بروجرامينج لانجويج بياخذك للبروجرامينج لانجويج. بيرفكت، يعني بهيك حاله احنا عملنا الناف بار بالشكل الصحيح بدون اي مشاكل. خلينا نشوف التايم، نوقف نكمل الدرس القادم.